يا كابتن نادر من كرة الطايرة أو كرة الطايرة العالمية؟ والله احنا تعالى نتكلم على مرحلة سن 17 تحديدا مثلا. لا مرحلة لو قارنا فرقتنا بفرق دولية أو والله مرحلة. لا احنا لا في المرحلة دي احنا مش بعاد، يعني احنا عندنا خامات كويسة جدا في المرحلة دي، المرحلة اللي بعديها كمان عندنا خامات كويسة جدا جدا، لكن فيما بعد بقى اللي هو الدرجة الأولى والبروفيشنال لا في حاجات بتختلف عن اللعيب يكون كويس. في نظام وفي سيستم الاتحادات بتعمله للبلاد الكبيره في الرياضه دي، سيستم كبير وخطط بعيده المدى الخمس سنين والعشر سنين، وبيهتموا من الاولاد من هم اطفال عندهم 10 11 12 سنه يهتموا بيهم 10 سنين عشان بطوله اولمبيه مثلا. فدي حاجه مهمه جدا طبعا. فالسيستم والنظام ده هي دي اهم حاجه هتقدر من خلال السيستم والنظام ده ان انت تجيب خامات كويسه، تجيب مدربين كمان كويسين، تدي دراسات للمدربين، تعلم الاولاد تعليم كويس، الحاجات دي كلها بتختلف اكيد. بس فده اللي ناقصنا، يعني ان احنا يكون عندنا سيستم طويل المدى مدروس وناس عندها خبره تقدر تنافس الكلام ده وبس كده. بس احنا في الفتره الاخيره الحقيقه يعني كلنا لامسين ان في يعني عارف بالظبط كانك رميت طوبه في الميه الراكده، اقصد بالميه الراكده اللي هو الرياضه تحديدا في مصر. في طفره ملحوظه في الفتره الاخيره مش بس على صعيد تنظيم بطولات دوليه بتبهر العالم كله، لا على فكره الاهتمام بالرياضه والاهتمام بالرياضيين. هل الكلام ده انعكس بالايجاب على الكره الطايره بشكل ما ولا هو منصب اكتر على رياضات تانية؟ لا لا اكيد طبعا. انا عارف كره القدم طبعاً مثلا انت عارف. لا بس كره القدم في العالم كله هي بتاخد الاهتمام الكبير للمسؤولين عن الرياضه. لا بس في مصر الفتره الاخيره دي لا الحمد لله في لعبات كثيره جدا حققت ميداليات كنا زمان بنحلم بيها. دلوقتي بقى حاجه سهله جدا تفتح كده الفيسبوك تلاقي ميداليه ذهبيه في الجمباز، ميداليه ذهبيه مثلا في السكواش، ميداليه ذهبيه مثلا في امبارح كان معانا علي زهران واخد ذهبيه كاس العالم في الجمباز ما شاء الله. فدلوقتي بقى معتاد ان احنا نفتح السوشيال ميديا او الجرايد ان احنا نلاقي عندنا بطل في اللعبه الفلانيه. كنا في الاول نادرا لما نسمع الكلام ده ونعمله صور طبعا. وتمثال والكلام طبعا. بس دلوقتي يعني مع الاهتمام بالرياضه بقى يعني الموضوع ده بقى الحمد لله يعني مع الوقت كمان هنشوف الالعاب الجماعيه. احنا نفسنا نشوف الالعاب الجماعيه الباسكت والفولي والكوره والهاند بول طبعا واخد طريق كويس ماشي فيه من زمان كمان. بس الفتره الاخيره في تالق ملحوظ للهاند بول. لا طبعا اكيد اكيد ده برضه عشان السيستم اللي كلمت حضرتك عليه. طبعا يعني السيستم نظام ماشيين عليه من زمان ونظام الاحتراف اللي ماشيين عليه ونظام الدوري المرتبط لازم يؤدي للنهايات السعيده بالزبط. اللي احنا شايفينها وبنسعد بيها وبنتشرف اكيد. زياد